اه الايجنج، الايجنج بنتكلم على الشيخوخه، ان هو اتس نوت ا ديزيز، هو مش مرض، هو عباره عن بيولوجيكال بروسيس بتحصل، بتبدا من فروم تايم وي ار بورن اند ستوبد اور كان نوت بي ستوبد اور ريفرس، ما نقدرش نرجع العمر لورا، ولكن نقدر تو ديلي ذا بروبر ديلي باي ذا بروبر كير. بمعنى تلاقي واحد كبير في السن تقول والله انت مش باين عليك، مش باين عليه ازاي؟ لان اللايف ستايل بتاعه كويس فمش باين عليه سنه. واحد تاني تشوف العكس، تلاقيه شاب صغير ولا في الميدل ايج وتلاقيه من كتر ما هو هيفي سموكر وان هو اللايف ستايل. في واحد راكب توك توك ودخل علينا اهو، من كتر ما هو اللايف ستايل بتاعه مش كويس فتلاقيه ان هو باين عليه الشيخوخه بتاعته. فهو الايجنج كان نوت بي ديليت اور ستوبد، ولكن ممكن بالبروبر كير ناجلها. يعني it's difficult to specify its onset and it's widely variable from one person to another. بتفرق زي ما قلنا من شخص للتاني. Two categories موجودين من الالدرلي، يعني الالدرلي في سن شيخوخه من سن 60 ل 75، ده اليونج اولد، وفوق ال 75 ده اسمه الاولد اولد، ده بيجي في الام سي كيو. اي حاجه فيها ارقام خش على الام سي كيو على طول. يبقى تو سلايدز اهم، انا هيبقى قلنا ثلاث حاجات من شويه، قلنا الديفينيشن جيرياتكس ايه، وقلنا الايجنج، وقلنا البرود كاتيجوريز بتاعته. اللي بعدها ايه البيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل مع الايجنج؟ قول لي انت يا سامح ايه التغيرات اللي بتحصل مع الشيخوخه؟ سامح او محمود يردوا عليا او ايه؟ لو مكتوبين الحروف قولي 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 ايه؟ لا مش قولي، مش تضحكي، قولي يا ايه، ايه البيولوجيكال تشينجز اللي ممكن تحصل؟ هيحصل diminution في كل حاجه تقريبا، كل حاجه تقريبا مظبوط. ايه تاني سامح هيحصل ايه كمان؟ حاجات كتير. شكرا على الاضافه، متشكر. بيحصل الفانكشن بتاعت الهارت والبرين بتقل، والليفر والكيدني، الهيرنج والفيجن بيقلوا، الماسكولار افيشنسي والموبيليتي بتقل. بتلاقي جده في البيت كده حركته مش زي، مش كالمعتاد، مش زي اي حد ميدل ايج، خاصه لو هو من النوع اللي هو مش بياخد باله من المشي والرياضه. بنقلل بيقل البيز الميتابوليك ريت، وبتقل فقدان الطاقه بتاعه بتقل، وبالتالي ويت جين، بيجين ويت مع القعده زي ما احنا شايفين اهو في الصوره. التجاعيد بتيجي، الهيرنج بيقل، الفيجن بتقل، الهارت بتاعه الكفاءه بتاعته بتقل، السكن بيبقى دراي ورينكل، بيبقى فيه تجاعيد بتاعته بيبقى دراي، البودي فات بتنكريز خصوصا في منطقه البطن، الابدومينال اوبيزيتي بتزيد. اهو عايز تعمل ايه؟ شوف كده سكين مش عارف، خد شوف، انت عارف انا في الحاجات دي فل. البادي فات بينكريز، والماسلز بتبقى جراديولي اتروفيت ومانيفيستد ان ذا رابيد موفمنت ماسلز، البونز بيحصل لها استيوبروزيس، وفراكشرز ممكن تبقى ايزي. الفيميل بيعانوا من مشاكل طبعا سبيشالي الافتر منوبوز، زي ما احنا شايفين كده. شوف البادي عامل ازاي، بيبقى لوس اوف هايت اند ماس اوف ذا سكيلتون، فشوف سنه 35 غير 55 غير 65، البادي ووتر از جريتلي ريديوسد. الفينومينا اوف ايجنج سين ان ذا ويسترن وورلد فور ديكيدز، وبعد في الدول البحر المتوسط اللي من دول بداوا يتعاملوا معاها بشكل باهتمام اكتر دلوقتي. اذا السؤال الاول هو الجيرياتريكس ديفينيشن، الثاني بتاع الايجنج، الثالث البيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل مع الايجنج. البيولوجيكال تشينجز دي سؤال لو احنا هنعمل اسئله شورت ايسي، دي من الاسئله الاساسيه. ليه؟ لازم اعرفك ايه البيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل عشان اقدر اعرفك بعد كده على الديزيزز، عشان ما تخلطش الاثنين ببعض. نيوتريشن فور الالدرلي، الافريج نيوترينتس اللي احنا بنحتاجها في كبار السن زي ما انتم شايفين من سن 60 ل 74 في الميل قد ايه، في الفيميل قد ايه، وفوق بقى ال 75 فور بيبل 75 سنه هنشوف في الميل قد ايه وفي الفيميل قد ايه. دي مهمه جدا. معايا محمود؟
ايوه دكتور مع حضرتك. اكتب عليه ام اس كيو مهم قوي. طبق البيست فود فور الدر طبعا زي ما انتم شايفين الليكويدز والخضروات والفواكه، الكلام ده كله ممكن تكون بتسمعه شويه كمان عند الدكتوره حنان. طيب في انستراكشنز موجوده عندك للدايت بتاع الناس كبار السن اللي هي دي، الدايت شود بي بالانسد للفات وكربوهيدرات وبروتينز وفيتامينز، الميلز شود بي تيكن ات فيكسد 3 تايمز، ياكل ثلاث وجبات في اليوم وبينهم سمول ميلز موجوده. Avoid eating much at the number of calories needed is less than needed باليونجر ادلتس، يعني بمعنى ان هو ما ياكلش كتير، ياكل اقل، لان هو كل ما بيكبر في السن كل ما احتياجه للاكل بيبقى الكالوريز بتاعته بتقل. والاوبيستي بالنسبه لنا هو ريسك فاكتور للكارديو فاسكولار ديزيز وكانسر. الفلويدز طبعا بنديله كتير ولكن ما نديلوش بعد الساعه 6. ليه ما نديلوش بعد الساعه 6؟ ليه ما نديش فلويدز بعد الساعه 6؟ عشان ما يحصلش رينيشن. ايوه ليه بقى؟ حد مثلا بيشرب فلويد كتير اكيد مثلا بالليل او مش هيضطر يدخل الحمام او حاجه زي كده. بالظبط، فممكن ان هو كبير في السن عرضه انه يحصل ايه؟ انا عايزكم تردوا عليا وانا مش بسالكم عشان رخامه، بس احس بتفاعل يعني، ما احسش ان انا بكلم نفسي وانتوا اكيد سامعيني، فيعني حد يرد ولا ايه؟ انا عندي 30 واحد المفروض موجودين معايا. عبد الحميد فين؟ عبد الحميد مجدي عمرو فين؟ عمرو ياسين اتفضل يا دكتور. ازيك يا عمرو؟ اهلا وسهلا حضرتك. منور الدنيا يا دكتور. حبيبي هشام مع حضرتك يا دكتور. قول لي يا هشام، انا ليه ما بخلوش يشرب ميه بالليل بعد الساعه 6؟ عشان معظم كبار السن ما بيقدروش يتحكموا في البول قوي، او بيبقى من امراض الديابيتس انسيبيدس. موضوع ابسط من كده، ممكن يقوله لي محمود؟ محمود ممكن يقول لي محمود محمد؟ طب محمود سمير. نعم يا دكتور. يقول لي بقى ايه وجهه نظرك في الموضوع ده؟ الو. ايوه محمود سامعك. ايوه تخيلي، عشان برضو هي كبر السن بيبقى في البول والكلام ده، عشان ما يضطرش يصحى بالليل الحمام. ايوه ما يضطرش يصحى بالليل يدخل الحمام، فبالتالي ممكن يخبط في حاجه، يحصل فراكشر، يحصل مشكله كبيره جدا. يحصل يورينا كمان ما بنشربش. بالظبط بالظبط، بيحصلش نشربه برضو قهوه، وبتبقى ما نشربوش شاي وقهوه بعد الساعه 6، علشان ده ممكن يخليه يبقى صاحي على طول. سبيشال نيدز طبعا لبيرسونز معينين، ان نبقى مرضى الضغط يبقى فيه الملح بتاعه يبقى قليل، ومرضى السكر قليل. نتجنب الفرايد فود وسبايسي فود. الناس اللي عندهم مشكله في السنان او في البق يبقى الاكل بتاعهم مهروس كويس. نتجنب اللحوم الحمراء والحاجات عاليه الدسم والفولس والساتوريت فاتي اسيد، كميات من الفلويدز برضو زي ما قلنا. الومن شود كيب ا جود انتيك اوف كالسيوم. طيب كم نقطه قدامنا دلوقتي يا اولاد؟ تسعه. كام اخر كلام؟ كتاب 11. حلو قوي حلو قوي. تقدر تلخصهم كده في كام نقطه؟ هم سهلين جدا، قسمهم نقاط للاكل، نقاط للشرب، نقاط لتنظيم مواعيد الاكل. تقدر تنظمهم زي ما انت عايز، وتكتب منهم تحفظ منهم على قد ما تحفظ
طيب ازاي نعمل prevention لديزيزز ان elderly؟ في infectious diseases وفي non-infectious diseases. ايه الموست كومن انفكشوس ديزيز في الالدرلي؟ ايه هما؟ حد يعرف ايه اكتر امراض بتحصل في الالدرلي؟ اثيروسكلروزيس مثلا. ده ديز نون كونديز نون كوميونيكابل ديزيز. انا عايزه انفكشوس انفكشنز. ايه اكتر انفكشنز بتحصل في الناس الكبار؟ دكتور مش عارف ايه اكتر انفكشن بيحصل. انت متاكد؟ حتى زمايلك كلهم مش عارفين. الجري المور بريفالنت انفكشن ديزيز. نعم نمونيا. نمونيا تمام فيتال. مظبوط النمونيا مكتوبه قدامك اهي. نيوموكوكال انفكشنز انكريزد باي انفلونزا بالمونري ديزيز كرونيك لانج ديزيز اكسبوجر تو ايريتنت ان ذا اير. كل دي حاجات بتزود من احتماليه الاوكيرنس اوف النمونيا. بنحفظ فيها البريفنشن بتاعها موجود قدامنا اهو. يبقى بنحفظ البريفنشن بتاع النمونيا. الانفلونزا بنحفظ الكيموبروفلاكسس بتاعها. يا محمود. نعم يا دكتور. معاك الكلام ده في الكتاب؟ انت معايا مركز؟ انا الكتاب والله يا دكتور مش مع آية. يا آية. ايوه يا دكتور. بتعلمي في الكتاب؟ ايوه بعلم. تمام انت بتعلمي ولا بتنامي؟ الاثنين. طيب كويس قوي. آية بتحلم معانا في النمونيا انفلونزا هيربس زوستر. الهيربس زوستر عايزينه اسماء فقط، اسم فقط. طب في حد تاني غير ايه بيعلم يا اولاد ومعاه كتاب؟ حد يحسسني ان انا ان حد سامعني؟ في حد تاني غير ايه معاه كتاب وبيعلم فيه؟ اه يا دكتور. ايوه يا دكتور. اشمعنى لما جيت سالت على التعليم في الكتاب صحيتوا كلكم يعني؟ يا دكتور الانفلونزا فيها ايه قلت؟ الانفلونزا فيها كيمو بروفلاكسس بتاعها. لو قدامك دي كده موجود عندك ولا لا؟ او هتكون مش موجود. الهيربس زوستر بس كده كاسم فقط. حلو. دي بدايه تسخين بس كده، مش هنقول حاجه اكتر من كده النهارده. غير اديك عرفت الايجنج بروسيس يعني ايه، البيولوجيكال تشينجز يعني ايه، الكومن ديزيزز الانفكشنز اللي موجوده يعني ايه. احفظوا الحاجات دي. المرة الجاية يوم الأربع نلتقي ناخد النون كوميونيكابل ديزيز بتاعت الجرياتريكس ونلم الجرياتريكس كلها كده، الأسئلة اللي بتيجي فيها ونوعية الام سي كيو بتاعتها ازاي. حلو الكلام. بس أتمنى إن يوم الأربع تبقى الناس كلها معاها الكتاب يا أولاد. تمام يا دكتور. هل في حد عنده دكتور المحاضرة يوم الأربع هتكون بالليل برضو ولا؟ أنت عندك مشكلة في محاضرة الليل؟ طبعا مش الميعاد المتاخر ده، انتوا اللي